مساء الخير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج أنا من هناك. مسيحيو لبنان ليسوا كتلة واحدة، هذا ما يقوله أمين سر حركة التجدد الديمقراطي دكتور أنطوان حداد، إلا أن الفجوة تبدو أضيق شعبيا على الأقل في الموقف تجاه الثورة السورية. في ذكرى اجتياح الجيش السوري لقصر بعبدة ولجوء الجنرال ميشيل عون إلى السفارة الفرنسية، تظاهر العونيون وحملوا صور فلاديمير بوتين وأيدوا الجيش السوري الذي اعتبروه قوة احتلال آنذاك. ما هو مصير مسيحيي الشرق الأوسط بعد أن أصابت الثورات العربية منظومة تحالف الأقليات بالتصدع؟ لمناقشة هذه الأسئلة والمحاور يسعدني أن أستضيف الدكتور أنطوان حداد، الذي كتب أيضا عن تدخل حزب الله في سوريا وفي حرب النظام السوري ضد الشعب، كتابا بعنوان مسيرة الانخراط في الحرب السورية. مساء الخير دكتور. مساء النور لك وللمشاهدين جميعا. دكتور أنطوان، في البداية، يعني أنت في العام 1995 على ما أعتقد ساهمت في تأسيس الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات، وهي رابطة غير حزبية ترنو إلى تعزيز الإصلاح الانتخابي وفق معايير ديمقراطية إذا بدك. اليوم لا داعي لهذه الجمعية، لا رئيس، فراغ رئاسي منذ أشهر، ماذا تقول؟ طبعا كي ننصف الجمعية بداية، يعني الجمعية يعني بالعكس تماما، يعني هي نحن في أمس الحاجة إليها، ما زلنا، لأنها لا تتصل فقط بمراقبة الانتخابات، هي تتصل أيضا بالحض عليها، ونحن بأمس الحاجة الآن إلى إعادة الحياة إلى الاستحقاقات الديمقراطية. كي أعود إلى الموضوع الرئيسي، يعني في سؤالك هو الفراغ الرئاسي، طبعا يعني هذا أمر، يعني القول أنه أمر مؤسف ومحزن يعني بات من المسلمات. يعني في جوهر الفراغ الرئاسي في لبنان مسألتان، يعني مسألة مزمنة هي يعني طبعا الاختلاف على ليس صيغة النظام اللبناني، على تطبيق النظام اللبناني أو صيغة تطبيقية للنظام اللبناني، ودائما يعني وهذه مسألة مزمنة، يعني كل انتخابات رئاسية هي مناسبة لمشكلة، مناسبة لفلنقل يعني خضة تنتهي إما بجولة من العنف يليها انتخابات، أو بتسوية واسعة تكون الانتخابات الرئاسية من ضمنها. هذا البعد الأول يعني، وهو مقيم. البعد الآخر الذي هو أكثر خطورة هو البعد الخارجي، إذ أن الانتخابات الرئاسية كون اللبنانيين يعني كون اللبنانيين يعانون من هشاشة النظام الذي يعني يربطهم، هو مجال ميدان مثالي للتدخل الخارجي. يعني وكل انتخابات لرئاسة الجمهورية أو معظم الانتخابات المتعلقة برئاسة الجمهورية هناك مكون خارجي، أي أن الانتخابات يجب أن تعكس توازنات. لكن هذه المرة طالت الأزمة. طبعا هذه المرة هناك خاصية تتصل بالحرب السورية، وكما شرحت في كتابي المخصص لهذا الأمر، هو الانخراط لبنان عن طريق حزب الله في هذه الحرب. طريق حزب الله ليس كحزب لبناني بمعنى أنه يعني هناك تطلعات لبنانية للسيطرة على سوريا، ضمن استراتيجية إقليمية تتصل بالدولة الإيرانية. فإذا هذه هي الخاصية الحالية المتصلة بالفراغ الرئاسي الحالي، يعني الذي يعني هو من أطول الفراغات، لأنه لبنان عاين فراغات رئاسية، عاين فراغا يعني رئاسيا عام 88 يعني في ظل الحرب الأهلية أو في ظل الحرب اللبنانية كي نكون أكثر دقة، وعانى فراغا آخرا عام 2007 عندما انتهت ولاية الرئيس إيميل لحود، ويعني عشنا في ظل فراغ رئاسي لبضعة أشهر، 8 أشهر، انتهت بحفلة دموية في شوارع بيروت عندما اجتاح حزب الله يعني العاصمة، وانتهت بتسوية حول تسوية شاملة حول رئيس حكومة وانتخابات نيابية. أعتقد أننا نشهد شيئا مماثلا، إنما مع تداخل إقليمي أكبر يتصل بالساحة السورية في سوريا تحديدا من البوابة الإيرانية. نعم. دكتور، سنتحدث أكثر طبعا عن تدخل حزب الله في سوريا وعن الدور الإيراني إن شئت، لكن أيضا كان لك دور في تأسيس حركة مدنية، كيف تنظر اليوم إلى الحراك اللبناني؟
أعتقد أنه يعني كي لا نستخدم تعابير يعني خارج عن السياسة، حراك مبارك يعني، وأرى فيها يعني أيضا بارقة أمل. هذا التحرك فلنقل يعني الذي شهدناه في الأسابيع أو الأشهر الأخيرة، نعم طبعا لا توجد أوهام كبرى حول القدرة على التغيير الفوري عن نعم طريق هذا الحراك، إنما ما زال يعبر عن نبض حقيقي موجود لدى اللبنانيين ولدى شريحة واسعة لا يجب أن يستهان بها من اللبنانيين، لأن الكثيرين ينظرون إلى لبنان كونه مجموعة طوائف أو كتل صماء صحيح من الإيديولوجيات الدينية أو من الكتل المذهبية، هذا غير صحيح. في لبنان يعني هناك تعايش فلنقل أحيانا سلمي أحيانا غير سلمي بين فلنقل طبقتين أو فئتين شريحتين من اللبنانيين، من يغلب انتمائه المذهبي والطائفي على انتماء آخر، نعم وشريحة متنامية وحتى كانت في أوج الحرب الأهلية شريحة واسعة هي شريحة من يرون انتمائهم الأولي هو للبلد نعم أو للوطن، وهؤلاء يعني يصنفون أنفسهم مواطنين بالدرجة الأولى مع كل احتفاظهم بمحمولهم أو تراثهم المذهبي والثقافي والديني وإلى آخره. نعم وترين أحيانا يعني رجال دين ومشايخ معممين ينتسبون إلى هذه الفئة، يعني مثلا في الحراك الأخير لا أن أقول عشرات بس كان هناك العديد من رجال الدين مسلمين ومسيحيين، كان لي يعني حظ أن أرافقهم يعني أحيانا في بعض التحركات، خلعوا عمائمهم وأزياءهم الدينية وساروا كمواطنين عاديين مؤيدين لهذا الحراك. إذا يعني كي لا نطيل البحث في هذا الموضوع، هذا الحراك يعبر عن نبض حقيقي موجود في لبنان، وأعتقد أنه ليس خاصية لبنانية نعم طبعا، ويعني باختصار أن لا يمكن اختصار لبنان بكتل صماء من الطوائف نعم والمذاهب. طب كيف ترى اعتقاد البعض أن قوى 8 و14 آذار توحدت بمعنى ما ضد هذا الحراك المدني؟ توحد تكتيكي يعني، بمعنى انهم يعني أن هذا الحراك خرب على الانقسام ليس بين 8 و14 تحديدا، على الانقسام المذهبي والطائفي في نعم البلد. 8 و14 ليس فقط انقساما مذهبيا وطائفيا، انما مع الوقت تحول الى انقسام طائفي. نعم عندما نشأت حركة 14 آذار في 2005 كان يعني حافزها الأساسي هو الانتقال الخلاص أولا من الوصاية النظام السوري، لا كي لا أقول الوصاية نعم السورية، والاتجاه إلى بناء يعني طموح ما في دولة مدنية. طبعا يعني لا أريد أن أحمل حركة أو تظاهرة 14 آذار المليونية أكثر مما تحمل، نعم إنما في براعمها كانت تقريبا هذا يعني طموح. مع الوقت تحولت إلى انقسام يعني يطغى عليه طابع سني شيعي مع مسيحيين في هذه الضفة ومسيحيين في الضفة الأخرى، إنما كان هناك ما يزال مواطنين يعني يغلبون انتمائهم الوطني والمواطني أقول والمدني على الانتماء المذهبي مذهبي نعم موجودين خصوصا في حركة 14 آذار، إنما طبعا تعرضوا للتهميش مع الوقت. يعني نعم حركة 14 آذار من فجرها بين مزدوجين بمعنى الإيجابي نخب قيادية مثل سمير قصير ونسيب لحود وسمير فرنجي نعم وفارس سعيد طبعا يعني وآخرين كي لا أغبط يعني أحنا وحبيب صادق نعم ويعني حركة التجدد والمنبر الديمقراطي، هؤلاء كانوا المهندسين الحقيقيين فلنقل المحركين الأساسيين لحركة 14. مع الوقت تحولت إلى تحالف من 3 أحزاب، ولا يعني هذا الأمر أنها يعني لم تعد ذات محمول وطني أو إيجابي، إنما يعني تقلص هذا المحمول إلى مقارعة النظام السوري وهو أمر جيد نعم برأيي، لأنه لا يعني لأنها تصدت لمحاولات النظام السوري العودة إلى لبنان من بوابة الأمن أو من بوابة السياسة، ولاحقا تصدت ايضا لاستفراد حزب الله بالقرار اللبناني، ولاحقا ايضا تصدت لمحاوله حزب الله جر كل لبنان الى نعم اتون الحرب السوريه. هذه ايجابيات ما زالت نعم تحتفظ بها حركه 14 توافق اذار. إذن يعني بأن يعني القول بأن النظام الطائفي في لبنان عميق طبعا جدا
ويعطل أي حراك مدني. لا لا يعطل، نعم انما طبعا عنده قدره عند المفترقات ان يعني هذا فلنقل هذا الارتياح لدى القوى السياسيه، لدى الارتياح للمخده او للسرير الطائفي، وجزء منه يعني يتصل بال فلنقل يعني يعني بالمكون الاصلي في هذه نعم الاحزاب سواء كانت في 14 او 8 التي هي يعني من تنطلق من منطلقات مذهبيه يعني، نعم مع التمييز حول التفضيلات الجيوستراتيجيه او التفضيلات الوطنيه يعني سبق لي أن ميزت في هذه المسألة. إنما طبعا أنا لا أعتقد يعني أنها يعني تخشى من هذا الحراك، لأنه في النهاية يعني هناك ساحة سياسية، هذا الحراك يعني يعبر عن طبقات وسطى وطبقات مثقفة ومجموعات مدنية تريد أن تجد لنفسها مكانا تحت الشمس، وهو مكان مشروع نعم يعني، وهي مطالبة مشروعة. طبعا تخشى طبعا، لأن يعني الفساد مستشري بغض النظر عن خطوط التماس بين 8 و14، استخدام السلطة للنفوذ إما نعم المذهبي يمارسه الجميع، يمارسه الجميع أو طبعا بدرجات متفاوتة، صحيح. وهذا أمر يعني والجميع يتحدون في مناهضة أي حركة تريد أن تكافح الفساد مثلا، أو تكافح المحاصصة باسم الطائفية، أو أن تكافح استخدام السلطة، تكافح تجميد النظام عند نظام عند آليات انتخابية لا تعترف أو لا تشجع إطلاقا نشوء تمثيل حقيقي للمجموعات نعم المدنية. كل هذه مصالح مشتركة يعني. طبعا هذا الأمر يعني لا يلغي أن وجود تناقضات ما زالت نعم صحيح متحكم مستحكم بين 8 و14 حول خط الانقسام الجيوستراتيجي، أو حول ما يجري في سوريا الذي هو يعني ما زال يتحكم بدرجة عالية بمستقبل لبنان. نعم دكتور، لننتقل للحديث عن مسيحيي لبنان. أنت ترفض الحديث عن المسيحيين ككتلة واحدة أو بالجملة إن شئت، كما سائر الطوائف أيضا في لبنان نعم يعني. كل الطوائف، لكن هناك من يقول إنهم يعني كانوا كتلة واحدة متراصة في مواجهة الثورة السورية. ما لا تفسيرك غير صحيح، لذلك؟ لأنه كما سبق وقلت يعني هناك يمكن تصنيف المسيحيين في على ثلاثة مواقع يعني. جزء من المسيحيين ينتسب يعني عبر أحزاب نعم معينة إلى 14 آذار، وجزء آخر إلى 8 آذار، وفي هذا الانقسام يوجد نوع من التعادل إلى حد ما. وطبعا هناك كتلة مسيحية وازنة لا تعبر عن نفسها بتنظيم سياسي، إنما يعني موجودة في الثقافة، موجودة في الكنيسة، وموجودة في المجتمع المدني. وأكاد أقول أن هناك شبه مثالثة بين هذه الكتل الثلاثة، مع فارق أن الكتل المنظمة داخل جبهة 8 أو جبهة 14 آذار هي أكثر تعبيرا، لأنها متراصة ويعني هي ذات طابع مركزي وأحزاب مركزية، الزعيم يقرر من والآخرون يشاء. المسيحيين طبعا تتحدث؟ لدى نعم المسيح ولدى سائر الطوائف نعم أيضا. إنما يعني طبعا إذا يعني سلمنا بهذا الفرز أو بهذا التقسيم أو بهذه الخريطة تقريبا، أنا يعني من الظلم القول أن مسيحيين الأحزاب المسيحية المنتسبة إلى 14 آذار لها نفس الموقف كما نعم التيار العوني أو كما لا، يعني بمعنى السيد خان. آخر يعني بالتأكيد هناك تباين وفرق بين يعني موقف الحكيم سمير جعجع والجنرال ميشيل عون، لكن شعبيا نتحدث يبدو أن الفجوة تضيق عندما نتحدث شعبيا من الموقف تجاه الثورة السورية من جهة، اللاجئين السوريين من جهة أخرى. أعتقد أنك تثيرين قضايا ذات مستويات متفاوتة. نعم الموقف من الثورة السورية أكاد أقول أن المسيحيين منقسمون بشريقة شبه نصفية يعني، حول مؤيدين بالمبدأ عم بحكي، نعم بين مؤيدين للثورة السورية ومعارضين، ومؤيدين للنظام نعم يعني، وهذه يعني لها أسباب عديدة، ولا يمكن الأمر أن يكون إلا كذلك يعني، نتيجة الدور التاريخي الذي لعبه النظام أولا في قمع أشكال التعبير صادف أنها نعم مسيحية، والتي كانت تناهض يعني الهيمنة السورية في لبنان. إذا لا يمكن الأمر إلا أن يكون على هذا النحو. في طبعا في قضايا أخرى تتصل بأولا يعني اللجوء السوري. اللجوء السوري أعتقد أن كل اللبنانيين من الناحية الإنسانية متعاطفين بدرجة عالية مع مأساة الإنسانية للشعب نعم السوري، إنما هناك تخوف يعني تطرحه العدد الكبير الذي لجأ إلى لبنان. يعني ليس من نعم السر القول
أن حتى أكثر الناس تعاطفا مع الثورة السورية، وأنا منهم، نعم يعني أكون يعني لا أصارحك في القول إذا قلت لك أن هذا الأمر لا يثير قلقي من حيث تركيبة لبنان. صحيح يعني لا يعني هذا موقفا بالضرورة، يعني حط الأمر بالمقلوب تماما لا تاخذ نفس صحيح الموقف. صحيح يعني نعم فإذا هناك تخوف كبير من العدد الكبير جدا، وهذه طبعا مأساة سورية، نعم إنما طبعا ذات تأثير كبير على اللبنانيين. فإذا هناك تخوف من الحجم، يعني نعم الذي هو على، وطبعا مستند هذا التخوف إلى تجربة سابقة تتصل باللجوء الفلسطيني. نعم اللجوء الفلسطيني الذي كان يفترض به أن كان يكون مؤقتا يعني منذ عام 48، يعني يبدو يعني أنه لا يوجد في الأفق أي وفي حل بعض للمسألة. المناطق كتبت نفس العبارات، يعني المناطق المسيحية عندما كتب أعرف عدوك الفلسطيني عدوك، أعيدت كتابة تلك طبعا بس العبارات إنما مع السوري. بس لا أعتقد أنها تأخذ نفس الطابع كما يعني حدث مع نعم الفلسطينيين، ويعني قد يكون يعني أكثر ذات طابع كاريكاتور. أنا يعني لم أقع، وطبعا لا نريد أن نقلل من أحيانا سوء الاحتضان إذا نعم حصل، أو من بعض التعابير العنصرية نعم أو من بعض، لكنها لا تشكل حالة عامة أو حالة غالبة. يعني كي عند ننصف، المسيح يعني نعم عند وأكاد أقول عند اللبنانيين عموما، نعم لكن يعني أتحدث عن المسيحيين فإذا تحديدا. من الظلم أيضا التعميم أن المسيحيين ويعني بشكل خاص أو أن اللاجئين السوريين يتعرضون لسوء معاملة لدى المسيحيين تحديدا. نعم أعتقد إذا حصلت هذا الأمر فقد يكون ربما ذي تعابير أقوى في المناطق التي يوجد فيها أيضا يعني سلاح وأسلحة في يد نعم المواطنين أكثر بكثير من المناطق المسيحية. في الشق الثالث نعم من الموضوع هو عندما يعني بدأت ظاهرة داعش، يعني نعم بكل ما تمثل من وحشية وإرهاب وفلنقل يعني كل ما هو معادي لكل حس إنساني. هذه الظاهرة حصل يعني جهد كبير سياسي وفكري أكاد أقول وتحريضي كي يتم التماهي بين ظاهرة داعش والثورة السورية. نعم إنما هذا لماذا؟ الأمر طبعا، بس هذا الأمر لا يقتصر على لبنان، يعني حصل في كل أنحاء هي العالم محاولة لشيطنة كنت السيطرة أريد أن السورية. أسألك، يعني هل هناك فرق بين أن يكون المرء مع الثورة السورية وضد داعش؟ يعني عون مثلا يركز كثيرا على الشق الثاني من دون أي اعتبار أخلاقي أو تأمل عميق لمعاني الثورة. كل المحور المنتظم، أنا أعتقد أن يعني كل المحور المنتظم في تحالف نظام سوري حزب الله، نعم يعني حلفائهم اللبنانيون الآخر المسيحيين عون نعم وغيره، يعني يرددون نفس المنظومة. لكن ألا يعني يمكن للمرء أن يكون مع الثورة السورية وضد داعش في طبعا الوقت لا نفسه؟ لا طبعا هذا أمر بديهي، وهذا نعم موقفي الشخصي وموقفي السياسي وموقف الفئة التي أنتمي نعم إليها. يعني هذا أمر بديهي، يعني الثورة السورية يعني بالأساس هي يعني حلم جميل ويعني مسألة نبيلة، ولا أعتقد أن يعني مواطن ما لبناني أو غير لبناني يعني لا يمكن أن يعني لا يمكن أن يكون مؤيدا للثورة السورية بما حملته بالبداية نعم من يعني من آفاق حتى أكاد أقول مصيرية على لبنان، وما زلنا أيضا نعم على نراهن مستقبل عليها. من لبنان حق صحيح البديهي للشعب السوري أن يعني يتحكم بمصيره وأن ينتهي هذا الاستبداد الذي طال عقودا، يعني وطال أجيالا، 3 أجيال أو 4 أجيال من الشعب السوري ربيت يعني أو نشأت ونمت في ظل الاستبداد. هذا أمر يعني مقزز صحيح ولا يمكن المرء إلا أن يكون يعني في جانب سا. إنما للأسف الشديد الثورة السورية كونها يعني طالت وكون قوى عديدة دخلت لمصالح لا تمت بصلة لا للشعب السوري ولا لغيره إلا لمصالحها الاستراتيجية، وذهبت بالمناحي السلبية التالية. أولا نجح النظام في تطييف هذه الثورة ومذهبتها إلى حد نعم ما بإثارته بموضوع الخوف على العلويين كطائفة وعلى الأقليات عموما، نجاح نسبي لا أقول أن يعني والأمراض التي كانت موجودة في لبنان من حيث يعني الاستقطاب الطائفي والمذهبي انتقلت أو يعني وجدناها في نعم سوريا مع بدايات أو مع بعد مرور سنة أو نصف سنة أو سنة ونصف على الحال. النقطة الثانية تعسكرت الثورة السورية، يعني نظام الوحشية التي استخدمها دفعت المعارضة أو دفعت يعني الثورة إلى سلوك درب عسكرية، يعني فحصل الانشقاق في الجيش ونشأ ما يسمى الجيش صحيح الحر إلى آخره. هذه العسكرة نقلت الثورة من حالة ثورة إلى صارت حرب،
فأيضا كمان يعني هذا الأمر يعني يثير القلق عموما يعني. وثالثا تأقلمت، أصبحت حربا إقليمية بدخول حزب الله صحيح وكل مكونات صحيح نعم المؤيدة لإيران، والآن تدولت يعني أصبحت أزمة يعني وحرب دولية. كل هذه لكن المسائل يعني كثيرون يعني ينكرون اليوم أنه هناك ما يزال هناك ثورة في لا سوريا، شك يعني لا شك طالما الناس تقتل بشكل يومي وتخرج في معارضة هذه الآلة العسكرية إن كان السورية أو الروسية أو إنما الصورة الإيرانية. الغالبة للأسف الشديد نعم هي أنه هناك حرب في سوريا، نعم هذا ما والثورة أحيانا التي ما يريده بدأت يعني الإعلام، ثورة مدنية وثورة يعني تظاهرات صدور عارية نساء ما ورجال. يزال هناك صدور لا طبعا عارية طبعا نعم طبعا، ولا ننكر يعني هذا الأمر، ونحن متعاطفون، وإنما للأسف الشديد ما يطغى الآن على المشهد هو الحرب نعم وليس يعني الثورة. وأنا أعلم علما اليقين أن يعني هناك أيضا في لدى الثوار المسلحين والحركات المسلحة من ما زال، وبالنسبة النسبة العالية ما زالت رغم العناوين الطائفية والعناوين الدينية ما زالت تؤمن وتناضل من أجل يعني قيام نعم نظام حريات ونظام ديمقراطي في نعم سوريا يعني. دكتور، سؤال مكرر وقديم ربما لكن بحب أسمع رأيك فيه، كيف كان شعورك أو رأيك بموقف الكنيسة الأرثوذكسية من التدخل الروسي في سوريا؟ ما صدر عن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، نعم لا يوجد ليس يعني بخلاف الكنيسة الكاثوليكية التي نعم لها مرجع واحد في العالم هو الفاتيكان والبابا، نعم الكنيسة الأرثوذكسية في العالم هي كنيسة لا مركزية أكاد أقول، كل بطركية قائمة بذاتها وذات تسيير ذاتي. طبعا هناك بطريرك مسكوني في اسطنبول يعني حيث هي البطركية المسكونية الأرثوذكسية، إنما موقعه رمزي وليس رئيسا لكل الكنيسة. نعم إذا يعني فلنميز بداية بين أن كل كنيسة أرثوذكسية لها قرارها الخاص وموقفها الخاص. هذا لا يعني أن ما حصل أيضا هو حرب أو تعبير عن حرب مقدسة، ما نعم تم التعبير عنه ولا أخفف من يعني من نعم قيمته يعني أو من خطورته. أحد الناطقين باسم الكنيسة وهو الأب تشابلن أو غيره نعم تحدث عن حرب مباركة أو ما يشبه ذلك، وطبعا هذا لا يقلل من فداحة هذا الموقف، نعم ولم يتبرع أحد في الكنيسة الروسية لنفي هذا الموقف أو لتصحيحه أو غيره. هذا موقف خاطئ نعم يعني من دون شك. إنما الكنيسة المعنية بالموقف في لبنان وسوريا هي كنيسة أنطاكيا، نعم يعني كنيسة أنطاكيا مقرها في دمشق وطبعا لها أبرشيات في طبعا، لكن نحن نتحدث لبنان عن وفلسطين. الكنيسة طبعا الروسية يعني أو هذه الأرثوذكسية، الكنيسة لم يصدر عنها موقف حاسم بهذه المسألة هي للأسف باركت الشديد، نعم لا لم تبارك إطلاقا هذا الموقف يعني. الأرثوذكسية الروسية الروسية أنا عم نعم بحكي، الروسية مش عم نعم بحكي أنا أتحدث في عن الكنيسة نعم اللي هي ترعى المسيحيين نعم الأرثوذكس في في لبنان لبنان نعم وسوريا، هي الكنيسة الأنطاكية نعم يعني هي لم كنيسة. يرد عنها لا أي طبعا موقف صحيح يعني صدرت توضيحات خجولة أن لم يكن هناك من حديث إلى آخره ولم يبارك، إنما هذا غير كافي. إنما ما صدر بقوة وما يؤكد استنكارا ورفضا لهذه الصفة صدر عن مطرانين يعني في لبنان، وهما من يعني الأبرشيتين الأكثر انتشارا، هما المطران اليسعودي عن مطران بيروت والمطران جورج خضر عن مطرانية نعم جبل لبنان، وهما يمثلون تقريبا 80% من الأرثوذكس في الكنيسة الأرثوذكسية في لبنان. كان هناك موقف حاسم رافض لإطلاق صفة الحرب المقدسة على نعم الحرب، ورفض أي حرب دينية، نعم وهذا موقف تاريخي بالحقيقة للكنيسة الأرثوذكسية في المنطقة. فقط بسبب الوقت سنكمل مع روسيا لكن بعد فاصل قصير، مشاهدينا ابقوا معنا. أنا من هناك، أنا من هنا، ولست هناك ولست. أنا من هنا، ولست هناك ولست هنا. أهلا
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأهلا بضيفي دكتور أنطوان حداد. دكتور، البعض من المحللين السياسيين تفائل خيرا بالتدخل الروسي في سوريا لأنه ينقل الصراع من صراع شيعي سني إلى صراع سياسي من جهة، ولأنه قد يعني يضع حدا أو يقف في وجه السياسة الإيرانية التوسعية في سوريا ولبنان والعراق واليمن. ما رأيك بهذا الكلام؟ أعتقد أن يعني ثمة يعني حقيقة فيما تقولين تتصل بانتقال إدارة الصراع من بدرجة عالية من يد إيران في سوريا، من يد إيران التي كانت يعني المدير الرئيسي، أصبحت المدير الرئيسي للصراع في الأشهر الأخيرة. نعم، وللعمليات العسكرية إلى إلى يد روسيا. هذا أمر يعني حقيقي يعني، ويجب أن ننظر إلى هذه المسألة كمعطى استراتيجي وكمغير، أحد متغيرات اللعبة في فيه. إنما طبعا هذا لا يغير من طبيعة الدور الروسي في سوريا الذي حتى اللحظة ما زال دورا عدوانيا يعني، لأنه يعني أولا يتدخل إلى جانب المعتدي في أو جانب المعتدي الذي هو يعني النظام، ضد كما رأينا يعني لم تحصل أي يعني أو يعني إذا صدقت التقارير العسكرية، ولست بعسكري كي أجزم، أن الضربات الروسية تركزت حتى الآن على مواقع المعارضة الغير داعش يعني. صحيح، قيل إن يعني أقل من 5% يعني من المواقع التي طبعا مؤخرا يعني لدواعي لها يعني تتصل بالصورة وبالإعلام وبالعلاقات العامة، يعني ربما يعني في اليومين الأخيرين أو قبلهما يعني حصلت ضربات ضد داعش في أبو كمال وإلى آخره. هذا لا يغير في جوهر المسألة شيئا، أن التدخل الروسي حتى اللحظة أتى كي يعيد التوازن أو لنظام بشار الأسد ولشخص بشار الأسد ربما. لا يعني الشخص، هذه مسألة فيها بحث يعني، لأنه حتى اليوم ليس هناك تنازع عن شخص بشار الأسد. أعتقد أن هناك طبعا، كي نكون أنا من وجهة نظري كي نكون دقيق، أن هناك أكثر تعلق بالنظام مما هو بالشخص. الشخص قد يتعرض، أنا برأيي، للتسوية، وهذا أمر يعني ممكن في العلاقات الدولية. لا أعتقد أن هناك علاقة غرام يعني أو موسكو متعلقة بشخص الرئيس الأسد يعني. نعم. لا، هناك علاقة غرام بين العونيين وبوتين. العونيون في إحدى المظاهرات حملوا العلم الروسي مدموغا بصليب أرثوذكسي كبير وصورة بوتين وعبارات مثل جئناكم بفلاديمير بوتين. وأحد المناصرين للتيار العوني علق على زجاج سيارته صورتي عون وبوتين إلى جانب بعضهما البعض. كيف ترى هذا الإعجاب العوني يعني بتدخل أجنبي في بلد شقيق؟ أعتقد أن هذه من المظاهر الساذجة في السياسة يعني، ولا تحمل أنا بنظري يعني أي مدلول استراتيجي يعني، لأن يعني في نهاية الأمر يعني كلنا يرى أن أو يعني سيكتشف طبعا العونيين وغيرهم أن التدخل الروسي يتم لأسباب لها علاقة بالمصالح الروسية وباستراتيجية الروسية في المنطقة، ولا علاقة لها لا بالعلويين ولا بالمسيحيين ولا بالأرثوذكس ولا بغيرهم ولا بالشيعة يعني. إذا يعني تدخل الروس يعني، وهذا من وجهة نظري وأعتقد أنه يعني لا خلاف بين المحللين حولها، يتدخل الروس من أجل مصالحهم يعني استراتيجية، أو ما يعتقدون أنه مصالحهم استراتيجية، لكن ليس أيضا لحماية النظام ولحماية الطائفة. قد يمر هذا الأمر بحماية النظام، لأنهم بحاجة يعني إلى يعني أوعية لممارسة هذا النفوذ يعني. وطبعا يعني أعتقد أنهم نجحوا إلى حد ما في وضع خطوط حمراء حول أي تسوية مقبلة في المرحلة القادمة، أنها لن يعني أي تسوية لن تتم على شكل اجتياح للمناطق الساحلية، وبالتالي وضعوا بعض الخطوط الحمراء يعني في اللعب، نجحوا في هذا الأمر. ما لم ينجحوا به حتى الآن هو طبعا يعني إعطاء أي فرصة للنظام لالتقاط أنفاسه في المناطق التي فقد السيطرة عليها. نعم. فكل محاولات وهي معظم المناطق طبعا يعني كل محاولات يعني الغطاء الجوي والدعم الجوي يعني الذي يعني هو العنصر الرئيسي في التدخل الروسي حتى الآن، ولا أعتقد أنهم يعني أن الروس يتحملون مغامرة إرسال قوات برية. نعم. لم يفلح حتى الآن في تحقيق اختراقات في المناطق. إذن النظام ما زال وحلفائه الإيرانيين يعني
حزب الله والقوى الأخرى المؤيدة لإيران التي تقاتل إلى جانبه، لم يفلح حتى الآن في إحداث أي اختراق، لأن ما يعاني منه كان ليس التفوق الجوي، النظام كان يتمتع بتفوق جوي، أعتقد أن البراميل المتفجرة أكثر فتكاً من السخوي التي يعتمد عليها النظام، ولم يفلح النظام في إبقاء التوازن وإبقاء السيطرة على المناطق التي تقدم فيها. نعم، على الرغم من كل من الكيماوي والبراميل. هذا يضع سقف يعني لطموحات أو للمكاسب يمكن أن يحققها التدخل الروسي، طالما أن التدخل الروسي يعني لا يستطيع أن يلجأ إلى القوى. نعم. إلى القوى البرية. أما إذا نظرنا أيضا إلى تطورات الأيام الأخيرة، خاصة ما يتصل بإسقاط الطائرة الروسية، نعم، بمعزل عن يعني أسباب سقوط هذه الطائرة، إذا تحقق الأمر، إذا تحققت نظرية أن هذا الأمر يعني تم يعني بعملية إرهابية وذات صلة بتطورات المنطقة، هذا يظهر درجة الانكشاف التي وضعت نفسها روسيا كقوة عظمى على مستوى المنطقة، لأن وطبعا يجب أن يعني وأتوقع أن يعيد الروس التفكير ليس بسبب حادث طائرة وحدها، إنما بدلالات الانكشاف الكبير التي حصل حول فعلا يعني الحاح ان يعيدوا النظر على الاقل في الدور الذي انتدبوا انفسهم. نعم. من اجله دكتور، في سوريا. لنعود الى الموقف العوني اذا بدك. يتساءل البعض لماذا يغالي العونيون في التعويل على اي عامل جديد في صراعات المنطقه، وكان النتيجه ستكون انتصارا لمحورهم، يعني ما رايك؟ أنا أعتقد أن يعني هذا الأمر لا ينطبق على مجمل القاعدة العونية أو على مجمل التيار الوطني الحر، وهو ينطبق بالدرجة الأولى على الجهاز الإعلامي للتيار وبعض الأوساط القيادية ذات الصلة الوثيقة بحزب الله وبالنظام السوري، وهي طبعا الأكثر صخبا. يعني إذا يعني أمعنا النظر في الاقتناعات العميقة لدى شرائح واسعة من التيار الوطني الحر أو لدى يعني شرائح واسعة من المسيحيين المتعاطفين معهم، أنا لا أعتقد أن يعني الأمر يتم على هذا النحو. وأنا طبعا يعني في موقع يمكنني القول أن يعني شرائح واسعة من سواء داخل التيار الوطني الحر أو من يتعاطفون معه لا ينظرون بعين الرضا أو الثقة لمجريات الحرب في سوريا وتطوراتها، وخصوصا يعني ما يتصل بهذا الكم الهائل من التدخلات الخارجية سواء من إيران أو من، طبعا هذا لا يلغي أن هناك دوائر قيادية في التيار لها رهانات كبيرة على يعني أن يتم حسم ما في سوريا حسب ما لصالح طبعا لصالح النظام، لصالح يعني النظام أو لصالح إيران، وحتى هذه الرهانات كان يعبر عنها يعني أحيانا ببضعة أيام بضعة أسابيع على يعني على لسان الجنرال عون نفسه أو آخرين. فأعتقد أن يعني الأوساط الجدية داخل التيار قد تجاوزت هذه يعني الرهانات. وهذه التظاهرة التي رفعت فيها صور بوتين كانت في ذكرى اجتياح الجيش السوري لقصر بعبدة والمناطق المحيطة له ولجوء جنرال عون إلى السفارة الفرنسية، ما هذا التناقض يعني أم لا. أنها سياسة؟ هذا يعني مفارقة يعني فعلا مخزية، يعني أن يتم التظاهر ضد ضحايا النظام السوري في حين أن النظام السوري هو المسؤول عن المجزرة التي تمت في بعبدة وفي اقتحام قصر بعبدة. نعم. هذا يعني من المفارقات فعلا المبكية المضحكة. نعم. ويعني أعتقد أنها لا تصمد إطلاقا أمام يعني أي تحليل منطقي. وسقطة يعني أخلاقية، يعني أن يخرجوا في ذكرى حربهم لتحرير لبنان من الجيش السوري ليحيوا هذا جيش النظام السوري. نعم، من جيش النظام السوري ليحيوا هذا الجيش. نعم طبعا هذه سقطة أخلاقية وفق الرأي يعني، ولا أعتقد أن يعني هذا المنطق يمكن أن يصمد طويلا يعني أمام رأي العام. نعم، برأيك دكتور هل يساهم العونيون في المدى البعيد، خلينا نحكي، بتشويه ذاكرة شريحة كبيرة من المسيحيين المناصرين لهم وبالتالي جرجرتهم إلى حروب خاسرة في مسار التاريخ وفي معطيات الواقع المنطقة يعني
الذي نعيشه. لا شك أن يعني الآلة الإعلامية والآلة السياسية سبق أن ذكرت التي يعني تحركها بعض الأوساط المرتبطة مباشرة أو ذات مصالح مباشرة مع يعني حزب الله أو مع النظام السوري، نعم لا شك أنها تساهم في هذه المسألة، وأعتقد أنها حققت يعني بعض النجاح في هذا نجاح. الأمر. لكنني ما زلت على ثقة عميقة أنه في العمق يعني لا يمكن للمجتمع المسيحي والمجتمع اللبناني يعني عموما يعني أن يصاب بفقدان للذاكرة إلى هذا الحد، يعني كي يعني لا يستطيع التمييز أن يعني المآسي الكبرى أو فلنقل التي حصلت على يد النظام السوري طوال فترة الهيمنة على لبنان، وكل هذه الارتكابات وكل هذه الجرائم المالية والاقتصادية والأمنية التي ارتكبت بحق اللبنانيين وبحق نعم، المسيحيين أيضا. لكن هذا حدث في العراق، يعني مسيحيو العراق وقفوا مع نظام صدام حسين ودفعوا الثمن طبعا لوقوفهم، مسيحيو سوريا الأمر ذاته، مسيحيو لبنان يعني الكثير منهم يقفون مع النظام السوري ومع حزب الله، ما هو أنا لا تفسيرك أحدث لهذه أولا يعني الظاهرة؟ المقارنة الشاملة ما بين يعني العراق العراق وسوريا ولبنان ولبنان؟ وسوريا، نعم الحالات الثلاثة لا يوجد فيها أي تشابه. في لبنان المسيحيون لا شك يعني تاريخيا وما زالوا يعني في نعم السياسة لهم وزن أكبر، يعني إذا هم يتحملون مسؤولية أكبر. نعم أنا يعني لا أرى إطلاقا أن الخيارات كبيرة جدا كانت أمام المسيحيين في العراق يعني كي يأخذوا يعني مواقف أخرى، أو نعم يعني لا يوجد كان يعني لا مشروع يعني ثورة كحال مدنية كل وديمقراطية الطوائف طبعا الأخرى في يعني. نعم يعني ينطبق عليهم يعني الأمر، مغلوبون على أمرهم يعني كما يعني هم يعني عم بحكي في العراق. نعم في سوريا الوضع طبعا مختلف، ولا أريد إطلاقا يعني أن أنصب نفسي خبيرا في الوضع يعني في الوضع السوري، إنما أيضا التعميم يعني لا يجوز. أعتقد أن هناك ليس فقط نخب يعني، إنما أيضا يعني أعتقد أن هناك قطاعات قد لا تكون يعني غالبية بس من وغير المسيحيين. فاعلة. لا، أنا أقول أن يعني التأييد ليس مطلقا للنظام كما نعم يعني يود البعض يعني، ولست خبيرا بالشأن السوري بهذا المعنى. نعم أما يعني طبعا في لبنان المسيحيون يتمتعون يعني بحريات أكبر، ويتمتعون بدرجة قرار يعني وخيار أكبر، وأعتقد أن يعني المسؤولية بهذا المعنى تكون أكبر. كما سبق وذكرت في مطلع الحلقة، نعم أعتقد أن المسيحيون الآن يعني هم يعني ثلاثة أثلاث، يعني الجزء الأكبر في رأيي في العمق مؤيد لأهداف الثورة السورية، إنما متخوف من مسار الأمور في سوريا أكثر مما هو يعني مؤيد للنظام. من داعش تحديدا. طبعا سبق يعني أن ذكرت هذا الأمر، يعني نعم داعش فعلت فعلا، وهي يعني فعلت فعلا يعني كان لها دور يعني شديد. لكن بالنسبة لل يعني هل لا أعتقد أن المسيحيين بالعموم ولا أي طائفة أخرى من السذاجة في مكان للتخوف من سكين داعش أكثر من نظام يقتل بالبراميل، نظام علماني تحت شعار العلمانية يقتل بالبراميل ويعذب في السجون ويهجم يهجر الناس. يعني كما سبق وذكرت يعني لا أحبذ يعني القول بالجملة المسيحيين، نعم لأنه يعني المفعول فلنقل يعني الترويعي أو التخويفي لظاهرة داعش أقول يطال من يطال يخاف، يطال يطال كل الطوائف ليس الكل، يعني، من يخاف من داعش؟ هل هو وربما ساذج إلى هذا الحد؟ طبعا ولا هنا الأمر لا يتصل بالسذاجة، ولا كان نعم هناك ماكينة إعلامية متعددة الأطراف محلية وإقليمية ودولية حتى ساهمت في صناعة ليس داعش فقط بل صورة داعش نعم وتضخيمها، ولا أعتقد أن الأمر يتصل بالسذاجة أو بالذكاء، يعني هو يتصل بصناعة الصورة يعني،
وطبعا ما من أحد منا إلا وبلحظة من اللحظات على يعني وقع تحت هذا طبعا، التأثير. لكن يا حرام، صور دوما طبعا لا وريف شك، دمشق لا شك، لا شك، وحمص وحما وهذه كل يوم مفارقة، تملأ وهذه الدنيا مفارقة يعني. مقززة يعني، ويعني يسقط العشرات تحت براميل النظام، نعم ويعني لا يحرك أحد ساكنا، ويسقط حتى يعني على، وأنا أعتقد أن هذا الأمر يعني تحمل، يعني القوى الدولية تتحمل مسؤولية أكبر في هذا الأمر. يعني الولايات المتحدة يعني بعد مجزرة الغاز في الغوطة، يعني كيماوي، أن نعم ينتهي الأمر بتسوية حول تسليم السلاح فقط وأن يبقى النظام، هذه أكبر فضيحة يعني على صعيد الأخلاق السياسية. يعني إذا كان يعني قوة دولية كالولايات المتحدة وقوة أخرى تتصرف على نعم هذا النحو، يعني لا يمكن، يعني لا يمكن أن نضع الملامة على قطاعات من الرأي العام وقعت تحت هذا التأثير. نعم دكتور، إذا أنت لست مقتنع بتحالف الأقليات، بما يقال من تحالف أقليات في المنطقة. لست مقتنعا لا بتحالف الأقليات ولا بحظوظ نجاح هذا التحالف. يعني هذا الأمر حظوظ ولا يعني تحالف شيء آخر، لكن نعم هل أنت مقتنع لا بأن طبعا هناك تحالف أقليات يجري في المنطقة الآن؟ لا، كما سبق وذكرت يعني لا أعتقد يعني به أنا شخصيا نعم يعني أن هذا أمر، يعني هذا يعني أمر يعني إذا يعني حدث يعني يذهب المنطقة إلى، ليس إلى التقسيم فقط بس إلى حروب 100 عام. يعني كل هذه الفتنة السنية الشيعية نعم ومتفرعاتها كتحالف الأقليات لا يتقع على خط ماس أساسي هي إحداث انقسام عمودي في نعم العالم العربي وفي العالم الإسلامي. نعم وهذا أمر يعني كما سبق وذكرت يعني يستدعي حربا قد تدوم أكثر من 100 سنة. نعم إذا لست مقتنعا به من الناحية، لا من الناحية الأخلاقية ومن الناحية السياسية ومن الناحية الوطنية، ولست مقتنعا بحظوظ هذا التحالف بالنجاح أيضا، لا، لأسباب عدة. يعني أولا يعني ميزان القوى في، إذا يعني حصل مثل هذا الانقسام، ميزان القوى يعني يطيح بالدرجة الأولى بالأقليات الأقل تسلحا والأقل فلنقل نعم قدرة على التنظيم. يعني أي الأقليات المسيحية والأقليات الدرزية وغيرها من الأقليات الإثنية، الأكراد وإلى آخره، يدفعون هم الثمن بالدرجة الأولى. ثم يأتي يعني يعني طبعا دور يعني للأقليات الأخرى إذا يعني نعم حصل. فإذا يعني أعتقد أن يعني هذا الأمر يعني ذو مضمون فارغ، وينتهي بنا تنتهي بنا المسألة إلى صراع سني شيعي مكشوف. يعني لا أعتقد أن لأحد نعم مصلحة بهذا. برأيك دكتور، ما هو مصير مسيحي الشرق الأوسط، وأين سيكون يعني هذا المصير في معادلة كهذه كما نتحدث؟ هل تشعر أن المسيحيين، راح تقول لي ما بوافق انه كل المسيحيين، لكن بشكل عام المسيحيين يدفعون ضريبة مرتين، يعني مواقف قياداتهم او بعض تلك القيادات ومواقف حلفائهم في الخارج كروسيا مثلا؟ مثل ما توقعت راح اقول لك ايه، ما بوافق على هذا المنطق نعم يعني اللي هو مستمر من بداية الحلقة، يعني نعم حول يعني محاكمة المسيحيين بالجملة او الحديث عن المسيحيين بالجملة. نعم انا اعتقد انه مستقبل المسيحيين مرتبط الى بدرجة عالية جدا بنشوء أنظمة ترعى التعددية، ليس فقط التعددية نعم الدينية، ترعى التعددية الدينية وترعى التعددية السياسية، أي أنظمة ديمقراطية حقيقية تقوم لاحقا على نشوء المواطنة. نعم يعني أنا أعتقد أن مستقبل المسيحيين مرتبط بهذا المنحى. نعم إذا خرجنا عن هذا المسار، يعني أعتقد أن يعني أمام المسيحيين إما يعني الهجرة أو الانخراط في الحروب إلى آخره، وهذه يعني ليست مسألة يعني أعتقد فيها مصلحة. يعني يعني لكن أنا طبعا ما بدي أزعجك، أنا أتحدث عن المسيحيين كما نتحدث عن السنة، كما نتحدث عن العلويين. يعني يقال اليوم إن هناك طبعا محور سني، محور شيعي، محور وأنا أرفض هذا مسيحي. التصنيف، لأنه نعم في لبنان يعني هناك العديد أليس قطاعات هناك واسعة من، حديث عن حرب سنية شيعية في المنطقة؟ في هذا مشروع، طب يعني فإذا مشروع في سنة فتنة، وفي شيعة لا في وفي سنة وفي شيعة، مسيحيين. وهذه هويات مذهبية وطائفية وقناعات إلى حد ما ذاتية. نعم أعتقد أن هناك يعني العديد يعني لا بل هناك شرائح واسعة من الشيعة، نعم وأنا أعرف يعني العديد منهم، من يرفضون هذه طبعا الثنائية صحيح ويرفضون مشروع الهيمنة الإيرانية ويرفضون
انخراط حزب الله في الحرب السورية، وقد دفعوا أثمانا غالية لهذه. لا يجوز أن يدفعوا يعني الأثمان مضاعفة، نعم مرة بمواجهتهم لهذه الهيمنة من حزب الله وإيران، ومرة أخرى لتصنيفهم من قبل الآخرين بأنهم مجرد شيعة. نعم يعني أعتقد أن هذا الأمر كذلك، يعني أنا أعتقد أن هناك شرائح واسعة من السنة في دمشق وفي الساحل السوري ما زالت هذه اللحظة لأسباب مصلحية تقف مع النظام، وتقف يعني إلى جانب النظام، وتؤمن له وسائل الاستمرار الاقتصادي والمالي، ووسائل تبييض الأموال نعم والتجارة وإلى آخره. أعتقد أن يعني ما يجب أن نركز عليه هو تنقية ليس فقط الذاكرة، بل تنقية الوعي من هذا المنح الخطير الذي سبق أن أشرت إليه، أن النظام السوري وحلفائه هم من سعوا إلى تطييف ومذهبة هذا النزاع. أما أن تقع فيه المعارضة فهذه مسألة، يعني برأيي مسألة أكثر خطورة بكثير من أن يقوم النظام به. نعم دكتور، سؤال أخير لضيق الوقت، انتهى وقت البرنامج وأتمنى أن توافق عليه، لا يخص المسيحيين. تحدثت معاريف وهآرتس ويدعوت أحرنوت عن لقاء بوتين نتنياهو قبل شهرين، وعن آلية التنسيق بين القوات الروسية والإسرائيلية في تقاسم الأجواء السورية كي يعني يتفادوا معارك جوية واصطدامات. كيف سيبرر برأيك محور الممانعة المتمثل بحزب الله وبإيران والنظام السوري والموالين لهم من كتاب وصحف ويساريين قدامى هذا التعاون؟ هل فقد حزب الله الورقة الأخيرة إذا بدك كتلة مقاومة وممانعة لإسرائيل والاحتلال؟ طبعا يعني كل هذا العنوان الفضفاض الذي يسمى ممانعة أو مقاومة، يعني لا أدري مقاومة من، يعني أنا في رأيي سقط يعني سقوطا نهائيا منذ الانخراط في الحرب السورية. نعم عندما تصبح الأولوية هي صحيح لقتال الشعب السوري صحيح، يعني تسقط كل العناوين لكن هذه المرة الأخرى. بشكل أوضح، أي لأنه عندما تدخلوا في طبعا، سوريا ادعوا أنهم يقاتلون جماعات وطبعا إرهابية. وهذا المحور يعني مصاب بحرج كبير، لأن عنوان المقاومة وعنوان مقاتلة إسرائيل يعني يشكل فلنقل رافعة أخلاقية كبيرة كانت يعول عليها في التعبئة. نعم وإحدى مظاهر الحرج تجسدت في مسألتين. المسألة الأولى أننا يعني بعد حصول هذا اللقاء مباشرة، وهذا يعني درجة التنسيق العالية بين الروس والإسرائيليين، والتي هي حصلت على مستوى القمة وعلى المستوى الميداني التنفيذي عبر زيارة رئيس الأركان الروسي، تبخر الحديث لدى السيد حسن نصر الله عن روسيا ودورها. يعني تعرف السيد حسن نصر الله يطالعنا بخطاب شبه أسبوعي منذ أن حصل هذا. في بدايات التدخل الروسي كنا نسمع عن محاسن هذا التدخل إلى آخره، فتدخل تبخر هذا الأمر. آخر خطابين ثلاثة ما عدنا سمعنا عن روسيا شيء. يعني المسألة شتائم الثانية، السعودية الخطاب الأخير للسيد حسن نصر الله تركز حول القضية الفلسطينية، وكيف أن بعض العرب واللبنانيين قد فقدوا التعاطف مع القضية الفلسطينية، وكيف أنهم لم يعودوا يعتبرون إسرائيل هي عدو رئيسي أو خطر وجودي. أعتقد أن هذا يعني يعبر إلى حد ما عن أزمات الشارع الذي يخاطبه السيد نصر الله، والذي يعني بات يرى في الشعب السوري هو العدو الرئيسي. نعم صحيح يعني هو يعني يتوجه إلى جمهوره بالدرجة الأولى، الذي يعني يقاتل اليوم ليس على جبهة الجنوب ولا نعم في أي مكان آخر، صحيح بل يقاتل في أحياء دمشق صحيح وضواحيها وعلى مشارف حلب. يعني هذه يعني بنظري يعني أكثر فلنقل المفارقات تعبيرا عن الإحراج وعن السقوط الأخلاقي الذي نعم وصلت الذي إلى وقع هذا. به. نعم دكتور، شكرا جزيلا لك، أمين سر حركة التجدد الديمقراطي أنطوان حداد، وبعتذر إذا معظم الأسئلة ما كنت موافق لا بأس، يعني هي شغلتك، بس أنا كمان عليهم. لقلك إنه هي خارج تماما يعني منظومتي الفكرية. أنا لا أرى إطلاقا يعني إنه هناك يعني كتل طائفية صماء يجب محاكمتها بالمطلق. هناك أفراد، كل بالتأكيد. فرد مسؤول عن موقفه نعم يعني، وتيارات طبعا في كل شكرا تيار. جزيلا لمشاركتك معنا اليوم. مشاهدينا نلتقي الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
أنا من هناك، أنا من هنا ولست هناك ولست هناك.